رئيس جبهة الخلاص الوطني في تونس أحمد نجيب الشابي قال إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أظهرت ما وصفه بالعجز العربي الرسمي. وأضاف الشابي خلال مؤتمر للجبهة في العاصمة تونس أن المقاومة هيئت نفسها لهذه الحرب، معربا عن اعتقاده أن العدوان لن يدوم طويلا نظرا لعدم قدرة إسرائيل على تحمل تكلفته. غزة حدث تاريخي كبير، هي مقاومة انطلقت منذ 45 يوم وكل شيء يدل أنها ستستمر، وأعتقد أنه لا يمكن أن تستمر طويلا لأن إسرائيل أولا ما تنجمش تتحمل الكلفة متاعها، وثانيا ما عندها حتى أفق. الهمجية اللي قاعدة تبدي فيها في تقتيل الأطفال والنساء والشيوخ والمدنيين العزل يوري اللي ما عندهاش أهداف عسكرية.